السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، أسعد الله أوقاتكم من وين ما كنتم، من المحيط للخليج زي ما بيقولوا. طبعا في فيديو اليوم راح نقوم برسم شخصية فريد من أنمي بي باتل. طبعا هو يمكن ببلش في سبيستون اللي هو البلابل. طبعا هو بناء على الطلب، انطلب مني كثير، حتى في الانستغرام أجت له طلبات، في اليوتيوب وانطلب مني الصراحة من زمان، فقلت خليني أجبر في خاطر هالفانز وأرسمها. طبعا بداية زي ما انتم شايفين بلشت برسم الخطوط الأولية، وبلشت في رسم العين اليمنى. طبعا هي شخصيته جدا سهلة، مش راح تغلبكم في الرسم، لكن ركزوا بالتركيز إن شاء الله بتجيبوا الصورة 100%. بتركزوا على الخطوط الأولية، أهم شيء على وضعية العيون. طبعا الشخصية لافي وجهها بالاتجاه الأيمن، يعني هيك باتجاه اليمين، عهو ما نبنكل عنها بالصورة. وسبقوا حكيت لكم أنا بنكل من أزيد من صورة، أزيد من وضعية إله، يعني مش شرط أني أنكل من صورة واحدة، بس أخذ فكرة الشخصية الأنمي مباشرة بكون برسمها حتى من عدة وضعيات مختلفة. مرار بحط شغلات من عندي، ومشان هيك ما تتفاجئوش، وفي البعض بيحكي لا بيشبهوش ولا مش هيك ولا لا، اسمعوا شوي انتو. بس انا بنكلش من صورة واحدة، كمان مرة انا بنكل من عدة صور. تمام، انا هيك كنت برسم العيون، وهيك رسمت الانف والثم بكل سهولة. بدي ارجع اذكركم بالنسبة للكاميرا بتغمز كثير. انا طبعا وصيت كاميرا، وصيتها من الخارج، ان شاء الله جايتني في الطريق، بدي اشوفها. يعني هي كاميرا بسيطة 4K، بشوف هي بس كاميرا مخصصة للفيديو، مش كاميرا تصوير زي اللي بصور فيها قدامكم، فبدي اجربها. وان شاء الله يعني انا يعني بحاول اعمل المستحيل عشان ارضيكم، فبشوف يعني كيف الاشي رح يغدى، كيف التصوير رح يغدى فيها، ومتحمس عبين ما توصل. بس توصل ان شاء الله خلال التصوير إلها في الفيديو أنا بحكي لكم إن شاء الله إن هي هاي الكاميرا اللي بتصور. على العموم زي ما شايفينكم برسم الوجه، هسه أنا بنتكل لي الشعر. رسمة جدا سهلة وبسيطة وما استغرقت معي كثير وقت، يعني بس اللي بيستغرق معي وقت اللي هو اللي المونتاج والتحميل والفترة الزمنية اللي بغيبها. طبعا حصلت عنا مناسبة فما قدرتش اللي أكمل الصورة مباشرة وأنشرها. أنا كنت راسم هذا الفيديو من زمان، من حوالي 3 أسابيع أو أكثر يمكن، يعني شهر قرب على الشهر، يعني هذا هاي الرسمة اللي قاعد برسم فيها قبل شهر من ما أنا حاليا ما بمنتج الفيديو. رسمتها وقتها وخططتها، ولكن بس ضل علي التلوين، وقلت يلا يا هيا، وانت يا هيا بدك تكمل الفيديو، الفانز بستنوا، كنا بنشغل في أمور ثانية، وانت يا هيا تخلص الفيديو. والحمد لله الحمد لله، يعني أنا مجرد ما خلص حطيت في راسي قلت هالوقت الفراغ خليني أستغل رسم، مش الرسم عفوا، كنت رسمها وقتها برصاص وتخطيط، بس التلوين فقط علي التلوين. على العموم زي ما تشايفين أنا وصلت للرقبة ورسمت الأكتاف، بعدين بدي أكمل الشعر زي ما انتو شايفين. وكمان مرة تاخذونيش على انا مقهورة كثير على الكاميرا اللي بتظلها تغمز وما بصدق توصلني الكاميرا اللي وصيتها من برا. انا ليش بوصي من برا؟ لانه ارخص، رحيمين بالاسعار. احنا عنا هنا يعني بتعرفوا احنا هنا عايشين في 48، يعني اللي هي تلا، يعني بتعرفوا تلا فلسطيني الداخل بيحكوا عنا، يعني في الداخل المحتل عايشين، فبيجيبوا بضاعة أصلية كثير الصراحة يعني هنا، لكن غالية، غالي كثير، فإني أزمنتها من برا بالكاميرا بتكون أرخص علي، بالأخص في الوضع اللي احنا فيه، يعني إنه كورونا والواحد اتعطل عن شغله، وأنا ولدت صار لي قاعد تقريبا شهرين وهي الثالث داير فيه. قلت خلينا أتسلى في اليوتيوب وأكمل القناة، وأزمن أشياء من برا على حسب ما أنا بقدر عليها. صدقوني غالي ولا رخيص كل واحد، يعني أنت بدك تزمن إشي مرتب حتى من أليكس، موقع أليكس بريس بتقدر تزمنه منه، وبيجيبوا لكم شغلات رخيصة يعني،
أرخص بكثير من المناطق المحلية الموجودة عندكم، وهينا عايشين. تمام، أنا هيك قمت برسم شعره وأنا أثرثر وأخرف الكاتي. هسه بكون برسم طبعا اللباس اللي هو لابسه، اللباس اللي هو لابسه جدا سهل وبسيط. أنا شوي بشعر إني مكبر الكبة، طبعا تأخذونيش بمحى أنا أحيانا، يعني بظبط شوي تك الكتف هيك برفعه لفوق، بظبط ال يعني هوا ما أنا شايف بالصورة يعني مشان يكون الرسم دقيقة. طبعا هذا قلم المحاي بستغنيش عنه يا جماعة الخير، هذا القلم المحاي كثير بنقذني أثناء الرسم، في بالأخص في مسح المناطق الضيقة زي مثل منطقة العينين زي هذا الخط. هسا بقوم برسم بتكملة رسم اللبس اللي لابسها. ارفعي هي الكراس لفوق، ارفعي ارفعي. هانا شكلي ناسي حالي في غيبوبة. أيوة أخيرا رفعته الحمد لله. تمام، هالكيتي بقوم بتخطيط زي ما انتو شايفين، زي هنا في حز في ما بعرف هو هيك لباسه هيك يعني هو ستايله، بس استمتعت كثير اثناء الرسم، اثناء رسمي له ولا اشي، سهل جدا زي ما انتو شايفين. بعدين بمسح الخطوط اللي داخل المستطيلات في المحاي الرفيعة زي ما انتو شايفين، شوفوا كيف بتسهل علي عملية المسح. للي ما عنده هاي المحاي محب محاية القلم اللي من ورا تكون فيها محاي رفيعة، للي ما عنده محاي رفيعة. تمام، هيك بقوم برسم حزام هيك محطوط على كتفه، مش عارف هيك هو ستايله. ويلا انا متحمسة، خليني اشوف رسوماتكم كيف بده يطلع معكم انتو كمان، ولا اسهل زي ما انتو شايفين. طبعا انا هديت شعره بالعمادة هناك، هاي عظمة الصدر. انا هديت شعره، يعني هو شعره مهنفش ازيد من ورا، بس انا هديته عشان يوسع الصورة. انا طلع تظبيطات خفيفة بعمل بس في البلوز اللي لابسها، مسحته كلها بس البلوز يعني رفعتها شوي لفوق، ولا اشي. شايفين كيف مرار خط خفيف شو بقول، زي ما بقولوا بفرك عليه. طبعا هيك انا خلصت الصورة. هالكيتي رح اقوم بتخطيط الرسمة، أنا طولتها مشان أجيبهن الثنتين طول بعض اللي هو الخصلتين. هسا بقوم بتخطيط الصورة. طبعا أنا دايما بسرع الفيديو بالتخطيط، عادة كمان مرة في كل فيديو لازم أحكي هاي الملحوظة المهمة، أثناء التخطيط لازم نكون حذرين شوية، نخطط شوية شوية ما نتسرع، يعني ما تتوهموا في الفيديو ذا إنه سريع، بس عشان هيك وقت الفيديو، لأنه التخطيط سهل بس بده شوي شوية. نوع قلم التخطيط اللي أنا بخطط فيه هو B8، مش B8، 0.8 عفوا. الشخصية رائعة عجبتني، بتشوق الواحد كمان يتابع الأنمي، بس حاليا أنا بتابع في أنمي هجوم العمالقة الموسم الجديد، وبستنى في نار ملهلبة في الحلقة اللي راح تيجي بعد الحلقة اللي حضرناها اللي هي الخامسة اللي نزلت جديد، يعني كل أحد في نص الليل هيك بقعد استنى فيه على نار تشوف شو الحلقة. تمام، راح أقوم بالتخطيط زي ما انتو شايفين، أنا بخطط شوي شوي، حتى خففت التسريع شوي، ما خليتوش سريع كثير كثير عشان أفرجيكم قديش التخطيط بده طولة روح أثناء الرسم. عمهل تسرحوش شوي شوي. طبعا هو هذا الانمي شكله له شعبية كبيرة، بالاخص للجيل الحديث اللي بتابع فيه في قناة سبيستون. احنا سبيستون هجرناها من زمان. هجرنا سبيستون عشان خلص، هل هو كبرنا، هل هو الاشي تغير. طبعا هانا وصلنا لفقرة التلوين. هس هانا اللي هو هذا اللي التلوين اللي أنا بعد شهر، يعني بعد 3 أسابيع يعني بديت ألون الحمد لله. طبعا صارت عنا مناسبة إحنا، عشان هيك يعني استخدمت الكاميرا في ذيك الفترة. طبعا هانا بقوم بتخطيط الصورة زي ما أنتوا شايفين، هانا
استكشفت جديد انه اقلام تلوين فابر كاستل اللي مش في اللي مش فحمية الباستيل اللي هي النفطية العادية لما الواحد مثلا زي ما تشايفين بحط في ظل من خلالها، لما احط ظل من خلالها عادة بنمسح في الصباع فوق الباستيل، بس فوق الباستيل اللي انا لونته للبشرة الشخصية بشرتها فاتحة مش بشرتها غامقة طبعا، فخففت كثير هذا اللون اللي البشرة وقمت بالتظليل بشكل خفيف. طبعا هنا كنت بدي اختصر حالي شوية وقت، وفي الباستيل كمان على الشعر زي ما انتم شايفين مسح بصباع، طبعا الفيديو مسرع بشكل كثيف. هذا راح اقوم باستخدام اللون الذهبي للتظليل، ولا شيء، تظليل خفيف يعني بديش اتكل على حالي كثير في الصورة وعليكم، تلوينه جدا بسيط ما بيتكلف ابدا. اذا بدكم مثلا تخلصوا الصورة بسرعة استخدموا الباستيل، اذا بتتوفر معكم باستيل خلص خربش وامسح خربش وامسح، بجيب لك اللون طباعة زي الكمبيوتر يعني مش فرق. انا بستخدم اللون الخشبي النفطي العادي من الوان فابر كاستل، طبعا فيكم تستخدموا ألوان عادية عادي جدا، يعني روحوا على بداية قناة على بداية فيديوهاتي في القناة بتشوفوا إني بستخدم ألوان عادية زي الألوان بتشترون في المكاتب، بس بتعرفوا زي ما قلت لكم قبل إنه البني آدم بتطور وبحب يستخدم ويجيب أشياء ثانية. أنا عندي 120 لون طبعا، لون تدرج لألوان فابر كاستل، فبستخدم أي لون بدي إياه على نفس تلوين الشخصية. أنا استخدمت اللون الأصفر الفاقع اللي هو مايل الليموني، الليموني الفاتح، عشان أكون بتلوين التيشيرت اللي لابسه أو شو اللي هو شباح اللي هي فلينة برهول. غريب يعني التصميم لكن حلو حلو. طبعا هنا استخدمت اللي هو اللون الأخضر اللي مش عارف شو هذا الأخضر، مايل لزراك أو إنه نيلي مش عارف بالضبط شو هو، لكن هو حسب ما أنا شايف بالصورة هذا هو الأخضر الموجود على التيشيرت بالخطوط بهذا الشكل. استخدمت اللون الزيتي طبعا لعمل التظليل في داخل التيشيرت هيك في الحواف، يعني جدا ممتع رسمه الصراحة، ياريت كل الرسومات هيك سهلات زيه، مش راح يكلفكم كثير وقت. بضل آخر شيء الشيء اللي لابسه على ايده، يمكن هو حزام جلد اخضر ملفوف عليه حزام بني على ما اعتقد. طبعا هنا يعني انا هنا بالفينش في الصورة، في الفينش قربت اخلصها للرسمة يعني، وهي النتيجة النهائية. بتمنى انه تنال اعجابكم، بتمنى انه ترسموها وما تتغلبوا فيها وما تاخذونيش على الفوضى اللي موجودة في الفيديو. طبعا انا حاطت الورقة، هاي الورقة الصغيرة اللي حطتها بحط ايدي يعني فوقها مشان الون، بالاخص لما اكون ملونة فوق الباستيل الون في منطقة ثانية. وهيك طبعا خلصت معي الرسمة، انا هنا ماسك المحاية الرفيعة زي ما تشايفين بمسح قاعد في الاشياء اللي لاني انا بمسح في صباعي، فصباعي خميل شوية اثناء المسح فبيطلع احيانا برا الخطوط، وما وزي ما بقولوا مش مهم اني اخطط بالقلم التخطيط الغامق البيج زي ما بعمل في بقية الصور. انا هيك شايف الصورة حلوة، طبعا هيك اقصى حد للصورة يعني، بديش اضيف عليها اضافات زيادة لانه الاضافات الزيادة احيانا بتشوه الرسمة، فقلت خلص خليها هيك الرسمة وحظها، الرسمة ونصيبها، بس اهم شيء انتو تستفيدوا وبتمنى ترسموها للرسمة. وهي رسمنا طلبكم، ما تنسوا توقيعكم الفني، انا اسمي هيا، وما تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناة جروة ابدع لياتيكم كل ما هو جديد، وايضا الضغط على زر الجرس لتاتيكم اشعارات القناة، وعسى ان نلتقي في فيديوهات اخرى اصدقائي، والسلام.